إقرارا، وذلك من أجل تنسيق العمل فيما بيننا من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وإنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا نحن الأوروبيين ولي شخصيا أن نعمل بصورة وثيقة لكي نبدأ في عملية سلام في فلسطين ومع إسرائيل. وإنه يشرفنا أن نستضيف الاجتماع السادس مع جامعة الدول العربية بشأن القدس، وذلك في الاجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي توليت رئاسته. إن مثل هذا التعاون في غاية الأهمية، وإن الوضع ميدانيا يتفاقم والتوتر عال، وكذلك في قطاع غزة، وأيضا حيوية دولة فلسطين وغزة والضفة الغربية وشرق القدس قد تعاني الآن. وإن الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، وإن مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وكذلك كل الأطراف المعنية والدول العربية، أننا كأوروبيين وعرب ينبغي أن نحن نتشاطر اهتماما من أجل الحفاظ على الوضع الفريد للقدس، وإننا نعرف أنكم يمكن أن تعتمدوا علينا نحن الأوروبيين لكي نؤكد على قناعتنا من أن الحل الوحيد هو حل الدولتين وشرق والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإننا لدينا دورا فريدا ينبغي أن نطلع به في هذه المنطقة، وهو وضع حجر الزاوية نحو عملية السلام. وإن الأردن ومصر تعمل من أجل تيسير الحوار الفلسطيني من أجل تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية كاملة في غزة، ونحن ندعم ذلك. أن دوركم أساسي، ونحن الأوروبيين نضع على المائدة كل دعمنا الممكن، وذلك كمانح رئيسي لفلسطين ولأونروا، وكذلك الشريك التجاري الأساسي. وإن منطقتنا اليوم لا شك أنها منطقة معقدة، وإن مع هذا التصاعد الإقليمي يمكن تجنبه. ودعوني أشدد على أنه بدلا من قناعتنا نحن الأوروبيين من أن العالم العربي يمكن أن يتحول إلى منطقة ذات رفاهية ورخاء وناجح